وسهلا فيكم مشاهدينا الأعزاء، وكل عام وأنتم بألف خير. اليوم رح نكون معكم بالحلقة الأخيرة من برنامج أوروبا في فلسطين لموسم عام 2017. خلنا نروح لفاصل قصير ونرجع لكم. بعمل الاتحاد الأوروبي في فلسطين من خلال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية، إضافة إلى مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية وبعثة الشرطة الأوروبية وبعثة المساعدة الحدودية لمعبر رفح. خلال هذا الشهر اتعرفنا سوا على الاتحاد الأوروبي ودعمه للشعب الفلسطيني، وبمناسبة عيد الفطر السعيد بنحب ننقل لكم عدد من رسائل التهنئة من أسرة الاتحاد الأوروبي في فلسطين. مرحبا. The EU has been and continues to be the most reliable partner for Palestinians. Eid Saeed. Through our work, we support human rights defenders in Palestine. From Hebron, we wish you a happy Eid. Our team of Europeans and Palestinians works together to support water projects, private sector, and development in IRC. We wish you all a happy Eid. Eid Saeed. Eid Saeed. The EU East Jerusalem program supports the resilience and heritage of Palestinians in the city. From the old city of Jerusalem, Kol Sane Ointu Selmin Natamanna Alkom Al Salam Wa Eid Saeed. The EU and UNRWA working together for Palestine refugees. From Shuafat Camp, Eid Saeed. We contribute to the efforts by the Palestinian Authority to support families in need, to cater for patients in hospitals, and to pay the salaries of doctors, teachers, and other civil servants. Eid Saeed! Our administration team support the EU work in Palestine. We all wish you a happy Eid. Eid Saeed! كنا معكم دائما وسنبقى. كل عام وأنتم بخير من غزة. We are here to work with our counterparts in the Palestinian civil police and the criminal justice institutions. We have been working shoulder to shoulder for the last 11 years. Happy Eid, Eid Saeed. We stand with Palestinians who are living in IRC and who are faced with demolition. From the community of Jabal al Baba, we wish all Palestinians an happy Eid. It's Eid. احنا وياكم دائما متواصلين. من اوروبا لفلسطين. كل عام فلسطين واهلها الف خير. عيد سعيد. في اخر حلقه من برنامجنا حب ممثل الاتحاد الاوروبي في فلسطين رالف طراف يقدم التهنئه بالعيد ويسالكم اخر سؤال. مرحبا، أنا رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس، واليوم في آخر حلقة من برنامج أوروبا في فلسطين اللي شاركتونا فيه خلال شهر رمضان، وحبيت أسألكم سؤال اليوم. في أي عام حصل الاتحاد الأوروبي على جائزة نوبل للسلام؟ ومن البلدة القديمة في القدس، عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. مشاهدينا، وللإجابة على السؤال بتقدروا تعملوا كومنت على الحلقة بعد مشاهدتها على صفحتنا على الفيسبوك
صفحة الاتحاد الأوروبي، وهيك ممكن تكونوا أحد الفائزين معنا بإحدى الجوائز القيمة. لهون مشاهدينا بكون انتهى مشوارنا معكم ببرنامج أوروبا في فلسطين لهذا العام، وأكيد منلاقيكم بموسم تاني. إلى اللقاء، وكل عام وأنتم بألف خير، وينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة.